السلام عليكم متابعين قناة أبو زياد للإنتاج الحيواني. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشغل كثير من المربين حالياً، طبعا في ظل ظروف ارتفاع اسعار الاعلاف وخامات ومدخلات الاعلاف. طبعا الذره وصلت تجاوزت 10,000 جنيه، والصويا تجاوزت 15,000 جنيه، فدي بتاثر علينا طبعا كلنا بالسلب. طيب ازاي النهارده راجل بشتغل في اللحم، ازاي اقدر اكمل مثلا في سلاله مثلا الماعز؟ يبقى انا ههجن الماعز بتاعتي، مش هشتغل في الشامي، معدل تحويله تبقى قليله ومش هيديني اللي انا عايزه. اقدر ههجن الشامي مع ماعز البور واجيب دكر محترم، او ماعز القبرصي واجيب دكر برضه محترم. يبقى انا دلوقتي هعدل في كل حاجه، انا هجيب طلاي محترمه. الاغنام اقدر اهجن اغنام يا اما عن طريق ان انا ادخل السافولك، او ادخل الدوربر اذا امكن، او ادخل العساف. اقدر ادخل حاجات تديني منتجات لحم كبيره وسريعه في التحويل، وفي نفس الوقت اقدر ان انا استفاد من العلف. معه الرخيص بياكل والغالي بياكل. يبقى انا النهارده اقدر ان انا اطور من نفسي، ان انا ابدا اشتغل بالسلالات دي وهجنها. محدش النهارده يقول لي انا هشتغل في بلدي او خرفان بلدي واقدر اشتغل عليهم واكسب. لا، النهارده لازم تهجن. شوف انت عندك السلاله بتاعتك اللي انت شغال عليها ايه، ايه الامكانيات عندك في النواتي، وابدا شوف لهم الدقر المناسب سواء في الغنم او في الماعز. الدقر اللي يقدر يعمل معاك نقله، يقدر يفيدك، يقدر يديك معدلات تحويل عالية تبدأ تغطي معاك تكاليف الإنتاج. وزي ما قلنا وعودنا مع بعضينا، دايما ربي اللي تعرف تبيعه، وربي اللي تعرف تسوقه، ربي اللي انت عايزه. انت أدرى، احنا بنقدم لك النصيحة بحيث ان نقدر نعدي المرحلة اللي جاية ديت، لان هي تبقى عقبة في الطريق كل المربين النهاردة في ظل ارتفاع الأسعار. شكرا لكم متابعين قناة أبو زياد للإنتاج الحيواني. Audio Jungle.